مباراة أبها والفتح في الجولة الخامسة من دوري روشنا السعودي. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الله تضغط زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب برنس عبد الله بن جلوة سبورت سيتي ستاديوم. أما توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 9 مساء بتوقيت السعودي وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة، قناة اس اس سبورت جي دي 3 الناقل الحصري للمباراة بتعليق راشد الدوسري. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وأنا بكم موعد في موعد قادم.